لو سلام كل زوار وعطار قناة في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ده مشهد حصر وقت تسوية الارض الزراعية بالليزر. في ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني ايه ليزر وايه فايدته للارض الزراعية. اولا الليزر دي خطوة مهمة جدا بيعملها الفلاح تقريبا كل سنة او كل سنتين قبل زراعة المحصول. في الفيديو ده هنتكلم في اربع نقط مهمة. اول نقطة فايدة الليزر سواء للارض الزراعية او للمحصول الزراعي او للفلاح نفسه. النقطة الثانية سعر الليزر كام؟ في ناس بتقول ان ده بيتحسب بالفدان وفي ناس بتقول ده بيتحسب بالساعة. النقطة الثالثة ازاي بيتم تسوية الارض الزراعية بالليزر. النقطة الرابعة ازاي انا صورت المشهد ده. هنبدأ بأول نقطة فايدة الليزر للارض الزراعية. في ناس كتير جدا خصوصا الفلاحين اللي انا كنت قاعد معاهم وقت تصوير المشهد ده بتقول ان الليزر ليه فوائد قوية جدا. اول فايدة هي توفير المية. ازاي؟ طول ما الارض متساوية ما بتستهلكش مية كتير. وبعدين النقطة التانية المحصول الزراعي طول ما الارض متساوية ما بيكونش فيه مكان واطي بتتركن فيه المية، فبالتالي المحصول مش بيموت. النقطة الثالثة بيوفر الوقت عند الفلاح، يعني الفلاح اللي هو بيروي الأرض ما بيستهلكش وقت طويل هو بيروي، يعني ممكن لو هو مثلا بالوقت المعداد بياخد 6 ساعات بعد التسوية بالليزر ممكن ياخد 2 ساعة بس، فبالتالي بيوفر له وقت طويل. النقطة الثالثة سعر الليزر كام وبيتحسب بالفدان ولا بالساعة؟ طبعا انا سألت الراجل اللي هو بيقوم بالتسوية قلت له انت بتحاسب بالفدان ولا بالساعة؟ قال لي لا بالساعة. قلت له طب الساعة كام؟ قال لي الساعة تمنها 500 جنيه. قلت له طب الفدان بياخد له كام ساعة؟ قال لي لا مش شرط، هي الساعة ب500، ممكن الفدان ياخد ساعة، ممكن ياخد 2، ممكن ياخد 3. قلت طب ايه يعني ايه الاختلاف؟ قال لي حسب الارض نفسها، في ارض صفرة ما بتاخدش وقت وفي ارض سمرة ممكن تاخد 2 ساعة بالنسبة للفدان. كده عرفنا سعر الليزر كام، 500 جنيه في الساعة. نيجي للنقطة الثالثة ازاي بيتم تسوية الارض بالليزر. انتوا شايفين الجهاز اللي هو ورا الجرار الزراعي اللي عامل زي الاريال ده، ده بيكون فيه جهاز زيه موجود او ثابت على الارض على مسافة معينة، ممكن على 200 متر 300 متر ربع 500 متر، يعني ممكن يكون محطوط في اول الارض والجرار شغال، فمش بتفرقش يعني المسافة، ولكن لو الجهاز قوي ممكن يديك لغاية 600 700 متر. والجرار ده فيه داخل منه شاشة عرض. ناس هتستغرب تقول لي في شاشة عرض جوه الجرار؟ هقول لك اه، والشاشة دي متوصلة بالجهاز اللي هو ورا الجرار والجهاز اللي هو موجود على الارض. والشاشة دي فيها 3 اشارات، اصفر اخضر احمر. لو ادت اشارة شاشة العرض قدام السواق باللون الأحمر يبقى كده في مشكلة في الأرض، في عالي واطي. ولو ادت لون أصفر يبقى كده يعني ممكن نقول العيوب بسيطة، يعني ممكن بقى إيه سكة أو 2 ويعالجها. طب لو ادى لون أخضر لا كده يبقى هو بالنسبة له تمام، وصل للمستوى اللي هو عايزه. طب يا ترى الجهاز اللي موجود ورا الجرار ده لازم تكون إشارته نفس الإشارة اللي موجودة على الجهاز اللي هو ثابت على الأرض؟ بالتأكيد لازم الإشارة تبقى واحدة، يعني مثلا لو الجهاز اللي في الأرض ده الإشارة فيها خضرة لازم يكون الجهاز اللي هو ورا الجرار إشارته خضرة. وده بيبان فين؟ بيبان على شاشة العرض اللي هي قدام السواق. طب فرضا إن الإشارة مثلا في الجهاز اللي على الأرض صفرة والجهاز اللي موجود مع الجرار مثلا إشارة خضراء،
يبقى كده مفيش تسويه، في حاجه غلط. لازم يدي الاشاره واحد، سواء اللي موجود على الارض او اللي موجود مع الجرار طبعا. والسواق عليه يراقب شاشه العرض اللي قدامه، وكل حاجه قدامه بتبان، سواء الاشاره بتاعه الجهاز الثابت على الارض او الجهاز اللي هو بيبقى متحرك معاه وقت ما بيلف في الارض الزراعيه. النقطه الرابعه، انا صورت المشهد ده ازاي؟ الصراحه انا كان في واحد صاحب عزيز عليا قال لي انت عمرك شفت او زرت الريف يعني الفلاحين؟ قلت له بالتاكيد، ما احنا لينا حبايب كتير في الفلاحين، وعلى فكره احلى عيش عيش الفلاحين. يعني هناك بتلاقي الهواء نقي، مفيش ضوضاء زي المدينه عندنا، كل حاجه عندهم حلوه، وغير والجو كمان عندهم هادي. فقلت له الصراحه انا من فتره لفتره يعني بحب ان انا اروح اي حد معرفه، ممكن اقضي هناك ساعه اتنين تلاته، اطلع من جو المدينه وازعاج المدينه وهوا المدينه اللي ما بيتشمش. فقال لي طب اقول لك على حاجه، انت عمرك شفت ارض زراعيه وهي بتعمل لها ليزر؟ قلت له لا، الوحيده دي اللي ما شفتهاش. يعني دايما بروح عند الفلاحين اتفسح، اغير جو، اتمشى في ارض زراعيه. ويمكن الفتره اللي جايه هنصور لكم اكتر من مشهد من داخل الريف المصري. طبعا المناظر كلها وفيديوهات كلها ان شاء الله هتكون حلوه. قال لي طب تعالى احنا بنعمل ليزر للارض الزراعيه. فانا الاول ضحكت في التليفون، قلت له ليزر ايه؟ هو الارض الزراعيه بتعمل لها ليزر؟ قال لي انت اول مره تسمع عنه؟ قلت له انا ما اعرفش ان الارض الزراعيه بتعمل لها. قال طب تعالى احنا دلوقتي يعني ساعه بالظبط والجهاز الليزر هيبقى في الارض الزراعيه، تعالى نشرب شاي وغير جو وتعالى شوف الليزر بيتعمل ازاي. انا سمعت كلامه وخدت نفسي ورحت قعدت معاه وشربت الشاي وشفت الجرار هو نازل، وشفتهم هما بيعلقوا الجهاز. طبعا انا كنت بساله الجهاز ده فين؟ قال لي الجهاز ده بيكون ثابت على الارض. طب والجهاز التاني بيبقى فين؟ قال لي لازم يكون مع الجرار، يعني لازم ان انا استفسر عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي. قلت له طب هو السواق بيعرف ازاي؟ قال لي السواق بيراقب الشاشه عنده. قلت له شاشه ايه؟ قال لي الجرار اللي انت شايفه ده جوه منه شاشه عرض، فبيراقب الاشاره اللي هي جايه من الجهاز الثابت والاشاره اللي هي في الجهاز المتحرك اللي هي بيكون ورا منه. قلت له بعدين؟ قال لي لازم يكون الاشاره واحده. قلت له طب لو هي مختلفه؟ قال لي لا، يبقى كده في حاجه غلط، لازم الاشاره اللي هي على الارض تكون نفس الاشاره اللي موجوده على الجهاز معاه. المهم ان انا قضيت فتره كويسه، وقت كويس يعني، وكان الجو هناك متعة. مش هقول لكم ازاي طبعا، اكيد ناس كتير من الناس المحترم اللي بتسمع الفيديو يعني بتروح الارياف وبتروح عند الفلاحين وشايفين الجو عندهم عامل ازاي. فرق 180 درجة بين جو المدينة وجو الفلاحين. المدينة ما بتلاقيش فيها غير ازعاج، ضوضاء، هوا مش نقي، زحمة، خصوصا كمان في الصيف يعوذ بالله الجو بيبقى نار جهنم. لكن في الريف لا، الوضع بيختلف، هناك بتلاقي هواء نقي، خضره، جو هادي، يعني عمره ما هتعمل بينه مقارنه وبين المدينه، فرق السماء من الارض زي ما بيقولوا. المهم ان انا قضيت الوقت معاهم وشربت الشاي وشفت المشهد اللي انا صورته لحضراتكم دلوقتي. اتمنى طبعا المشهد يعجبكم. طبعا ناس كتير هتقول لي طب واحنا مالنا؟ الموضوع ده انا عارفه ان هو خاص بالفلاحين بس، او الناس اللي هي عندها مزارع كبيره او مزارع صغيره، ولكن انا حبيت ان انا انقل معلومه. يعني دايما كان في مره واحد بيعلق على الفيسبوك وكان بيسال، كان في موضوع بيتكلموا عن موضوع الليزر ومش ليزر وبتاع، ففي واحد بيقول لهم يعني ايه ليزر؟ فالموضوع ده كان من فتره وانا الصراحه ما خدتش بالي يعني ايه ليزر، ما عملتش حتى علق عليه، بس انا شفت التعليقات قدامي. فتصادف الايام بعد فتره طويله ونفس التعليق اللي كتبه الاخ على الفيس يجي قدامي. قلت لا، انا الفرصه دي مش هفوتها. طبعا هو الليزر زي ما انا قلت في الاول ما بيتعملش على طول، يعني الفلاحين ما بيعملوش على طول. فعشان انا اسيبه الفرصه دي واقول لا اروح له مره ثانيه ده شيء مستبعد.
يعني انا عارف لنفسي ان انا عمري ما يعني ما هيجي لي وقت او هتجي لي فرصه بالشكل ده ان انا اروح واصور مشهد حصري وقت تسويه الارض الزراعيه بالليزر. فاول ما الاخ ده اتصل بيا ما حبيتش ان انا اضيع فرصه، رحت وقضيت وقت معاه وصورت المشهد اللي انتوا شفتوه دلوقتي. اتمنى طبعا يعجبكم، وفي انتظار دعمكم للقناه وعمل لايك للفيديو. اسيبكم دلوقتي في رعايه الله، وانتظرونا في فيديو اخر.